متابعي قناة أشواق في الإلكترونية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم تلقينا مع مصطفى، ومصطفى كيقول عنده واحد الخبيرة سخونة لكم كاملين وبغي يبارطاجيها معكم. أنا ما عارفش، ولكن هو اللي يقول لكم شنو كاين وش من موضوع، وغالبا يكون في موضوع آية. خي مصطفى، السلام عليكم ورحمة الله. وكنحب المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن. الحقيقة ديال الناس اللي كتكذب بدات كتبان. واليوم بغيت نقول لكم بأن في سباتة الصالون اللي باركة فيه اللي خدمة فيه آية، واحد السيدة أنا كنقولها بحرارة بصوت مرتفع، السيدة اللي خدمة في الصالون اللي خدمة فيه، هذيك السيدة اللي هي كتقول الطليقة ديالي، بأن السيدة اللي خدمة في الصالون خوها هذيك السيدة مصاحب مع آية وهي بقى مجوجة، وكينا كاميرا في مبروكة كينا كاميرا، أعطوني هذيك الكاميرا ديال المبروكة، أعطوني أخوتي الفيديو، بأنه دابا 10 أيام شاد هذاك خينا خو ديك الدرية كيسلخ فيها، عرفتي اش دلها عصا سليخ بقى فيا الحال، بأنك بقى مجوجة وكتاكلي العصا. ها أنا ديك العصا اللي كنت كتقولي مصطفى ضربني ودار ليا كتكتي كتكذبي، ودابا كتاكلي العصا فري حيت ربي اللي جاب لك هذا الشيء. واليوم كنقولها بحرارة انت ما بغيتيش ترباي، انت بغيتي تبقاي بنت الزنقة، وبغيتي تبقاي بنت الزنقة. والناس كاينه هذاك الفيديو غيمشي للبوليس اللي عطاوه ليا الناس، فين كاينين الكاميرات شدها سلخه. عرفتي الناس كيقولوا ليا شفت الفيديو تدهش وعصا شي كيدير لها كيضرب وكلات الماكله ديال الكلاب، وبلي مارا نزلت في طاكسي وعطاتو شي فلوس ورجعات عاوتاني. يعني نتوما شناهو كتستغلوا فيها؟ ها هذا الصالون هذا كيستغل في هذه السيده هذه، ها ودخوها بلي مارا سميتك فؤاد، انا غنقولها لك اليوم، وانت مولات الصالون سميتك فلانه، وغادي نجبدكم كاملين، وانا محرك ومعايا الناس، معايا محامين. انا ما السيده ما غنطلقاتش، غادي ناخذ المجرى ديالي. وداك السيد اللي كيطلع معاه في اللايفات كيطلب بها، وجا الناس بان حنا كنعرفوا شي واحد اللي دار افتتاح الصالون، الناس كتجي عنده. تحيه الاسماء بيوتي خواتاتي المغربيات اللي دار افتتاح الصالون، الناس كتجي عنده، ماشي غنديروا كارون هزون ندوا لك الناس. ما عندكش مصداقيه في سباته، الناس في سباته السمعه ديالك خايبه، ما غايجوش عندك الناس يصوبوا عندك شعرهم، فهمتي؟ وما غايجي عندك حتى شي واحد حيت سمعتك خايبه. ومصطفى كيهضر فري والناس ما متيقانيش، علاش حشومه هذا الشيء؟ والسيد اللي كيستغل فيها دابا حاليا القناه ديالي ديال اليوتيوب فينا هي؟ كنعرفوكم نتوما رجال، شريو خذ ديروا لها قناه ديال اليوتيوب، ديروا لها قناه ديال اليوتيوب وخذوا لها معها طاكتيل، ماشي ديروا لها قناه ديال اليوتيوب وتاخذوا لها تليفون بحال هذا حبير. يعني القناه غتبراكا وغتنسى وغتباع، وغادي يشريوها العيبات اللي على بالي وبالكم، غيشريو العيبات اللي على بالي اللي ولات هي كدير. قالوا اكشوان كيجيب لنا المخدرات، اكشوان بعد منا، اكشوان كيطلب، اكشوان بعد منا، وليتو نتوما كتطلبوا بها، وليتو نتوما كديروا كتجيبوا لنا المخدرات. يعني عيالات كبار في اللاج ديالهم تيجيبوا لها المخدرات. اكشوان ود الناس، اكشوان مربي، الناس كلها كتحبني، الناس عيطت لي قالوا لي اجا مصطفى شوف الكاميرا اللي شداتها دابا 10 ايام دابا باش شدها دار لها السلخه ديال الكلاب. الناس كتقول لي هاد السلخه اللي دار لها راه بزاف حشومه. انا ما كنقولش لها هي حشومه، الله يعطيك العذاب، حيت انت اللي بغيتي هاد الشيء، انت اللي بغيتي هاد الشيء، كنتي بدارك، كنتي باتاتك، كنتي بخير، ما كنخصك والو. انت اليوم انا كطالع بحراره كنهضر، ولا بغاو يخلعوا يمشيو خلعوا الفلات ديال 30 ريال هذوك اللي ملونين، اما انا ما كنخافش، فهمتي؟ وهذا اللي مستغلها هي اختو، واختو راه بالسميه وبالكنيه ديالهم راه مرو ماركين، وتا هي مرو ماركيه معاهم، وانا ما غنفوتك. وهذا السيد هذا اللي كيقولوا ليه كامل الاحترامات، اليوم غنقول لك كامل الاحترامات، حتى ما مربيش هذا الشوك اللي كيهضر. انت عارف هذا الشيء ومغطي عليها، انت عارف هذا الشيء اللي كتعرض ليه هي ومغطي عليها، كتطلع كتبينها في صوره زوينه، بنيتي ستوقيات كذا، اي حنا عارفينك حتى مستغله من جوج حوايج بلا ما نبقى نهضر بزاف. واليوم كنقصف فيكم ولا ابالي، نتوما اليوم كنقول لكم استغليتوا ديك الانسانه واستغليتوها، وهي اللي هي اللي استغلت راسها، حيت كيقول لك اللي ما عندوش قيمه ما درش ليه قيمه. واليوم كنهضر بحراره مرتفعه، عاش الملك والاسره العلويه، وبغيت المخزن يتحرك في هذه القضيه، بانني انا كنطلع وكنهضر كيقولوا اكشوان بغاو يردوني خايب، وذاك اللي كيطراوا لي داك كمل هذا كان مكمل، داك اللي كيقولوا ليه كمل هذا كان مكمل. مصطفى، الناس اللي كيقولوا انت كتركب على ظهر ايه باش كطلع البوز، لا علاش نركب على ظهرها؟ شكون هي سيار شاكيرا شينيفر لوبيز مريم فارس؟ هي والو، حنا اللي شهرناها، هي لا شيء، هي اللي كتطلع فوق مني،
فوق من الموجه ديالي. هما دابا كيكتبوا واحد السيده راه كتكون معاها هي كبيره في اللاج ديالها خاصها تمشي للحج طوف بعقلها وحتى ماشي بعقلها ما غنجبد السميته اليوم ما نديرش لا اشهار. كيكتبوا اكس 1 غادي للمحكمه اكس 1 طلق اكس 1 دار اكس 1 دار. علاش كتكتبوا اكس 1 بعدو من اكس 1 ديروا ايه الجوك ولا ايه فؤاد الدري اللي معاه دابا يعني كيستغلوا الشهره تيستغلوا الشهره. انا بعدو مني انا عطوني اتساع انا مسطع عليكم انا ما تقدروش عليا انا عاش الملك والشرطه اللي كتحتارمني والمخزن والناس عيطوا لي ناس كبار وناس واصلين قالوا لي هذا السيد غادي ياخذ المزره ديالو لانه كيكذب. السيده كتعرض للعذاب والعصا في سباته وكتعرض في مبروكه دابا حاليا للعصا والعذاب وهما مخبيين هذا الشيء. لا نقلوا لنا هذا الشيء في لي لايف ديالكم ولي لايف ديالكم كطلبوا بالعلالي ها درتوا لها صالون كيشوشوا عليها من منع سله في الباب ديال الصالون سير خدمي على راسك ولكن انت ما تخدميش على راسك فهمتي. وانا كنقولوا كنسطر على هذه الكلمه هذه. والسيده خوتي اللي كتقولوا نتوما واش عندها شي ديبلوم ما عندهاش ديبلوم انا كنطلبوا من الله تمشي تخدم شي خدمه وتستر راسها من هذه الشوهه. راه هذه الشوهه هذه اللي داروا راه شوهه راه شوهتوا راسكم وانا غادي معاكم في هذا الشيء. انا هذا الشيء ما غنسكتش عليه عرفتي علاش؟ حيت نتوما ما غتقدروش على اكس 1. هذيك السيده جاتني الورقه ديال الطلاق اليوم جاتني السيده كنت خارج من دار خوادري كتصب لي حوايج وكنمشي وكنقول لكم اليوم ما بقيتش كنبات في دار خوادري كنت كنبات في مره ما بقيتش باش ما تعرفوش العنوان فين. واليوم كنشكر اشواق لان اشواق عادات مصداقيه وعزاز عليا وكنقول لك ما بغيتش نهضر شي منبر اعلامي اخر. واليوم راه شوف شكون بانت القناه اللي درتو ليها ما جبتو والو درتو افتتاح ما جبتو والو حطيتوها كتشقروا بها ما درتو والو حتى كتطلبوا فيها ما درتو والو استغليتوها ما درتو والو حتى لعبه والو مع اكس 1 والو. وانت اللي كتهضر وكدير لي لايف حنا عارفين كتستغل الناس وكدير شي حوايج عم درك باليوتيوب فهمتي. واليوم انا كنتحداك وكنعاود نتحداك بدوبل طريزيام دوبل انت ما اش غنقول قول لمرتك تشدك دير لك القنانب صافي طاحوا لك ليفي بالك اكس 1 عاوتاني حيت ما عندكش البديل ما عندكش المحتوى ما عندكش شي محتوى من دماغك ديرو ما عندكش كيبان لك اكس 1 غنجيب مرات اكس 1 طلب باش اكس 1 يتحرك ويهضر ونبقاو نجيبو عليه ليفي. قلتو سرق الزيت قلتو دنجاله قلتو كاين ما يتسرقش لكم اكس 1. واليوم الكلمه الوحيده اللي كنبلغ ليكم وكنقول لكم اش كاين هذيك السيده 10 ايام دابا شدا واحد سلخه ودار لها سلخه ديال ما نعاودش ليكم ورا الناس عيطوا وكاينه الكاميرا عيطوا لي الكاميرا في مبروكه ومشيت شفت هذيك الروينه يا لها من حاله. بيناتهم شي علاقه طبعا بيناتهم علاقه راه باينه هذيك مولات الصالون صاحباه مع اخوها مولات الصالون اللي في الصالون مصاحبه هذيك اللي معايا هذيك اش نقول لك حوتاله اليوم حوتاله هو نيت لي سلخه هو اللي سلخه والناس اللي عيطوا لي ودوا معايا باركين معايا تحيه للسيده والراجل اللي عاودوا لي هذا الشيء قال لك راه جات في طاكسي مدات لي الفلوس ودات الطاكسي ومشات. كيقولوا عليه شمكار ما وصلكش اكس 1 اكس 1 زوين حنين رطب مرضي الوالدين فهمتي. ودوك الناس اللي مستغلين دابا حاليا كيديروا مع اللايف وكيجيبوا تبرك راه كطلبي كنقول لكم اليوم ديروا الصينيه والنعناع وطلبوا بالعلالي ما تبقاوش تطلبوا. اما ام نعيمه مريضه الله يسهل عليها بالمرض ديالها ومريضه وبعدوا من المراه انتم قلتوا جوج كلمات على ام نعيمه ودخلتوا للطلبه ادخلوا للطلبه ديريكت. اليوم الرساله ديالي ليكم ما غنمشي من هنا من طنجه 3 ايام باش غنمشي لطنجه ما غنمشي لطنجه حتى غنشوهكم. نتوما نصابه كتستغلوا الشباب المغربي كتستغلوا بنات الشعب. اليوم الرساله ديالي ليكم عاش الملك والاسره العلويه وكنقول وكنورك بان الشرطه المغربيه تحرك حيت هذا السيد هذا كثر كيقول لهذيك ام نعيمه اللي مريضه نعطيك مهله شي يومين انا عطيني مهله سيمانه. شكون انت شكون هاد الناس اللي موراك اللي دايرين لك هادشي اللي مشجعينك على هادشي شكون انت في ملك الله؟ انت عندي انا ما كتسوى والو دوبل زيرو دوبل زيرو فهمتي. وداك الشيء اللي كتشاجر فيه راه كلشي عارفه ومازال غنعرفوا هادشي على ما في خيلك ماشي اركبوا اركبي الحنطول اركبي الحنطول وداك الحنطول غيرك لك اكشوا اليوم كيطلع كيهضر معكم بحراره. اليوم انا كنقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل راه ما غتقدروش عليا. عرفتي علاش كنقول لكم هذا الشيء؟ كنت باغيها ما غنقولش هذا الشيء ولكن مازال شوه غتزيد تكبر. شكرا للمغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. والكلمه اللي كنبغي نقول الرجال راه ما كتشمتش والرجال ما كدارش بها ولكن ملي كتبغي ترد شي زباله جامع راه كتبقى تقول لك بعد مني خلي الميكات يتلاحوا فيا زباله زباله. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.